كيف يلدغ المواطن من جحر عدة مرات؟ سارق خبيث لبس ملابس شيخ جليل ووضع مساحيق التجميل حتى نور وجهه ودخل إلى محل ذهب، وحين رأى الصائغ الشيخ الجليل ووجهه يشع نور أحس بالهيبة والوقار. الصائغ: تفضل يا شيخنا، بارك الله فيك. الحرامي: أنا عملك الصالح يا ولدي. ضحك الصائغ وقال: ماذا تقول يا شيخ؟ صحيح أن وجهك يشع نورا، ولكن بصراحة كبرتها. وفي هذه الأثناء دخلت عروس وخطيبها ليشتروا ذهبا، فاختاروا بعضا من قطع الذهب، فطلب لهم الصائغ القهوة وقال: تفضلوا بالجلوس حتى أقوم بوزن الذهب وأكتب الفاتورة. تفاجأ الصائغ بالعروس تجلس فوق الشيخ على ذات الكرسي، فقال الصائغ: انتبهي يا أختي، فأنت تجلسين فوق الشيخ. قالت الفتاة باستغراب: أي شيخ يا رجل؟ وأين هو هذا الشيخ؟ هل أنت مجنون؟ فصمت الصائغ وقام بوزن الذهب وأخذ النقود بدهشة كبيرة. قال الشيخ للصائغ: يا بني، أنت فقط من تراني وتسمعني، وباقي الناس لا يستطيعون ذلك، لأنني أنا كما أخبرتك عملك الصالح. يا بني، أنا لا أريد منك شيء، ولولا استقامتك وإيمانك لما استطعت أن تراني. وخذ هذه القطعة من القماش، امسح بها وجهك حتى يزيد رزقك وتحل البركة فيه. أخذ الصائغ قطعة القماش بكل قدسية ووقار وقبلها وشمها ومسح وجهه، فأغمي عليه في الحال. فقام الشيخ المزعوم بسرقة المحل عن بكرة أبيه وغادر. وفي أحد الأيام وبعد 4 سنوات جاءت سيارة شرطة ومعهم الشيخ المزعوم مكبلا بالأغلال إلى دكان الصائغ، فطار الرجل من الفرح وأخذ يشكر الشرطة الذين طلبوا من الصائغ كشف الأدلة. ووزع الضابط القوة المسلحة وقال للحرامي: هذا محل الصائغ، اشرح لنا كيف تمت عملية السرقة. فقال الحرامي: يا سيدي، دخلت على الصائغ وشرح كل القصة، ولما وصل عند قطعة القماش قال الضابط: وكيف عملت بالضبط؟ قم بتمثيل جريمتك تماما. وقف الصائغ مقابل الحرامي وقام بإعطائه قطعة القماش، ومرة أخرى مسح الصائغ وجهه فدخل في غيبوبة كما في المرة السابقة. فقام الشيخ المزعوم ورفاقه المتنكرين بملابس رجال البوليس المحتالين بسرقة المحل مجددا. وهكذا هو حالنا اليوم، كل 4 سنوات يأتينا السراق ليسرقوا البلد والشعب، كل مرة بلباس جديد، ساعة بلباس الدين، وساعة بلباس الديمقراطية، وساعة بلباس الحرية، إلى آخره، ويستمر اللدغ.